السلام عليكم. كيف نحول ملف PDF إلى ملف وورد يمكن التعديل عليه بهذا الشكل؟ أولا يجب أن نفهم أنه لا يوجد طريقة سحرية لتحويل ملف PDF إلى ملف وورد، وذلك بسبب أن ملف PDF يمكن أن يكون أصله ملف وورد أو صور، وأيضا يمكن أن يحتوي ملف PDF على جداول وعلى خطوط. لذلك سأشرح بشكل سريع أفضل ثلاث طرق لتحويل ملفات PDF إلى ملفات وورد. الطريقة الأولى هي باستخدام تطبيق أوفيس. تطبيق أوفيس لا غنى عن وجوده في كل هاتف، وبالتأكيد هو من إصدار شركة مايكروسوفت. بعد فتح التطبيق سأختار Applications في الأسفل، وبعدها سنختار PDF to Word. نبحث عن الملف، والآن تتم عملية التحويل. وكما نرى تم تحويل ملف PDF إلى ملف Word. بحال عدم نجاح الطريقة الأولى ننتقل إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية هي باستخدام موقع TinyWeb، وسنختار Convert PDF to Word. سيطلب منا تحميل الملف من الكمبيوتر أو من الهاتف. نبحث عن الملف في الهاتف وننتظر تحميل الملف ثم تحويله. هنا سيسألنا عن أصل ملف PDF. هل أصل الملف هو من برنامج وورد أو برنامج مثيل للوورد، أو أصل الملف هو من عمل سكان أو تصوير لملف؟ سأختار الاحتمال الأول ونختار Confirm، وبعدها نختار Download، وسنفتح الملف. وكما نرى أصبح لدينا ملف وورد يمكن التعديل عليه. إذا لم تنجح الطريقة الأولى ولا الطريقة الثانية ننتقل إلى الطريقة الثالثة. نفتح موقع i2PDF ونختار PDF عربي إلى Word. يطلب منا اختيار الملفات، ويطلب منا تحديد الصفحة التي نريد تحويلها إلى Word. بعدها نختار تنزيل ونفتح الملف لنتأكد من النتيجة. والآن أصبح بإمكاننا التعديل على النص. أتمنى أن يكون هذا الشرح مفيدا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.